عسان شارك معنا الألوان كل الدنيا ألوان أشكال ونغم والحان صحصح ولا عسان شارك معنا الألوان برنامج ألوان ملون من قصة وحركات مكون ولعبوا أغاني بيعلم والشاطر وحده بيتعلم برنامج ألوان ملون من قصة وحركات مكون لعبوا أغاني بيعلم والشاطر وحده بيتعلم معنا أصحاب حلوين راح يقدموا ألوان راح بوعنا شاطرين يخلوا غدانا وريان معنا أصحاب حلوين راح يقدموا ألوان راح بوعنا شاطرين مرحبا يا حلوين. شفتوا حديقتنا شو صارت حلوة ومليانة بالألوان؟ مزبوط، الأزهار كبرت وصار لها ألوان كتير حلوة. خلدون، في نحلة عم تيجي على الأزهار. بتعرفوا يا أصحاب ليش النحلة بتنتقل من زهرة لزهرة؟ طب تحبوا تعرفوا أكثر عن النحل؟ أنا كتير بحب أعرف. خلينا نروح لجوا وندور على كتاب عن الحشرات حتى نعرف أكثر عن النحلة. يلا. عندي سؤال عن النحلة اللي بتطير بالحقل عندي سؤال عن النحلة اللي بتطير بالحقل مين اللي بده يجاوبني على سؤالي عن هالنحلة أسأل البابا وأسمع رأي الماما أسأل البابا وأسمع رأي الماما أقرأ بكتاب أو أدور في الإنترنت بلاقي الجواب أسأل البابا وأسمع رأي الماما أسأل البابا وأسمع رأي الماما أقرأ بكتاب أو أدور في الإنترنت بلاقي الجواب أو أدور في الإنترنت بلاقي الجواب الكتاب اللي بيحكي عن حياة النحل. مزبوط، هذا الكتاب هو عن النحل. خلينا نعرف أكثر عن السبب اللي بيخلي النحل يطير من زهرة لزهرة ومن وردة لوردة. يلا. شوف خلدون، الكتاب بيقول إنه النحلة بتاخد من الزهرة مادة اسمها رحيق الأزهار وبعدين بتروح على بيتها اللي اسمه خليط النحل. والنحلة بتستخدم رحيق الأزهار حتى تعمل العسل اللي احنا كتير بنحب ناكله ونعمل منه سندويشات كتير طيبة. صار جا عبالي سندويشة عسل مع زبدة. النحلة بتعمل بيتها خلية النحل من الشمع وبتجمع فيه العسل اللي بتعمله من رحيق الأزهار. انتو بتحبوا تاكلوا العسل؟ العسل كتير مفيد. بتعرفوا شو فوائد العسل؟ شو رأيكم نسأل مربي النحل عن كل فوائد العسل؟ تيجوا نزوره مع بعض؟ في زيارتنا لمربي النحل شفنا النحل كيف بتجمع في خلايا وبصنع العسل وشفنا كمان شو هي الملابس الخاصة اللي بلبسها مربي النحل لما يتعامل مع النحل كتير وحكالنا مربي النحل إنه العسل مفيد للجسم كتير كتير وكمان بيحمي من أمراض كتيرة وقال إنه ممكن أي حدا عمره أكتر من سنتين يتناول من العسل معلقة كل يوم الصبح. استمتعنا أنا وخلدون كتير لأنه تعلمنا أشياء جديدة لما سألنا الشخص المختص بتربية النحل. يلا نغني. دق 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 عندي سؤال يا جدو جواب بتعرف شو الجواب هو 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 دق الباب بتسمع الجواب يا جدو جواب مين خلق البحر
السمع والعصافير، مين ولع الشمس ضوى القمر كتير. هو 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 دق الباب بتسمع الجواب، الله خلق الدنيا كلها والإنسان ينتبه عليها، كل شي فيها وحواليها لازم نشكر الله عليها ويصل الجواب. دق 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 عندي سؤال يا جد وجواب، بتعرف شو الجواب؟ هو 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 دق الباب بتسمع الجواب يا جد وجواب. مين عامل السيارات، كل طرق المواصلات، سبل الاتصالات، تليفون موبايل انترنت؟ هو 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 دق الباب بتسمع الجواب، الله خلق الإنسان كتير ذكي وكتير فهمان، قدر يعمل كل هالأشياء لازم نشكر الله عليها ويصل الجواب. دق 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 عندي سؤال يا جد وجواب، تعرف شو الجواب؟ هو 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 دق الباب بتسمع الجواب يا جد وجواب. كيف أنا جيت عالدنيا بالملفوفة بالخسة، أو جابوني بهدية بالأعياد وصوا علي؟ هو 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 دق الباب بتسمع الجواب، انتي جيت هدية حب، بابا والماما حبوكي، وبيبي بالماما حطوكي، شكروا عالهدية الرب وصل الجواب. دق 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 عندي سؤال يا جد وجواب، تعرف شو الجواب؟ هو 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 دق الباب بتسمع الجواب. يلا نسمع قصة. مرحبا يا حلوين، قصتنا اليوم هي عن بنت اسمها سارة، وسارة هي طفلة صغيرة بتحب تعرف عن كل شي بصير حواليها، وبتسأل أسئلة كتيرة كل يوم. ماما وين بعيش النمل؟ ماما أنا ليش عندي 5 أصابع في كل إيد؟ ماما ليش بنزل دموع من عيني لما ببكي؟ أسئلة 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 أسئلة. ولما سارة بتطلع تلعب في الحديقة مع أصحابها، كلهم بيلعبوا وبركضوا ما عدا سارة، لأنها بتبدأ تراقب الفراشات وتلحقهم حتى تكتشف لوين بيطيروا، أو تجمع الحجار بألوان مختلفة، وبتحفر حفرة في الأرض حتى تكتشف شو في جواها، وبتحاول تراقب العصافير كيف بيجمعوا الأكل وبيطيروا لعشهم. دايما سارة حامل المكبر حتى تشوف الأشياء الصغيرة كتير مثل الحشرات. ولما بترجع سارة على البيت بتسأل الماما والبابا أسئلة 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 عن الأشياء اللي شافتها في الحديقة واللي جمعتها من المدرسة. ومرة البابا قال لسارة، يا سارة أنتي مفكرة عظيمة وكل يوم عم تكتشفي أشياء جديدة، في يوم من الأيام رح تصيري عالمة ومخترعة عظيمة. وكان البابا وهو بيحكي بيأشر بأصبعه على راس سارة. رجعت سارة لغرفتها وهي فرحانة كتير إنه البابا قال عنها إنها مفكرة وعالمة عظيمة. لكن فكرت، يا ترى البابا ليش كان يأشر بأصبعه على راسي؟ وصارت سارة تلمس راسها، وراحت عند المراي وصارت تطلع بين شعرها وتتساءل، شو في جوا راسي بيخليني أفكر وأكتشف وأتعلم؟ لكن سارة ما قدرت تشوف إشي. ركضت سارة عند البابا وسألته، يا بابا شو في جوا راسي وليش كنت عم بتأشر على راسي لما قلت إني مفكرة؟ ضحك البابا وقالها، شو رأيك ندور مع بعض على معلومات تساعدنا نجاوب على هاي الأسئلة المهمة كتير؟ فرحت سارة لأنها كتير بتحب الاكتشاف وبتحب تدور على أجوبة لأسئلتها الكتيرة. راح بابا مع سارة يزوروا المكتبة، لأنه في المكتبة في كتب كتير بتحكي عن أمور مختلفة في حياتنا وفي عالمنا، درس عنها ناس باحثين ومفكرين زي سارة
وكتبوا عن اكتشافاتهم في كتب وتركوها إلنا حتى نقرأها ونتعلم عنها. فتح البابا كتاب وشافت سارة صورة إنسان ورسوم بتوضح شكل دماغ الإنسان. وقرأ البابا وشرح لسارة كيف العقل يعني الدماغ هو موجود داخل الراس، وفي عظم حوالين الدماغ اسمه عظم الجمجمة، وهو بيحمي الدماغ من الأذى لأنه الدماغ حساس كتير كتير. وشافت سارة كيف الدماغ مسؤول عن كل وظائف الجسم، يعني الأشياء اللي بيعملها جسمنا، والدماغ هو اللي بيعطي الأوامر لأعضاء جسمنا المختلفة حتى تعمل الوظائف تبعتها مثل الحركة لإجرينا وإيدينا. واكتشفت سارة إنه الدماغ مسؤول كمان عن تفكيرنا وكمان عن مشاعرنا مثل الضحك والبكاء والحزن والغضب. اتفاجأت سارة إنه الدماغ بيضل يشتغل وما بيوقف أبداً، وقالت سارة للبابا يعني دماغي هو اللي بيقول لديناي إنهم يسمعوا الموسيقى الحلوة، ودماغي بيقول كمان لعيوني إنهم يشوفوا لون الورد. قال البابا صحيح يا سارة، أنت بنت ذكية كتير، تعرفي إنه كل ما كبرتي وقرأتي أكتر وتعلمتي أكتر بصير الدماغ أنشط ومنصير نعرف أشياء أكتر وأكتر ونتعلم أمور رائعة وجديدة. وهيك رجعت سارة تبحث وتسأل وتكتشف أكتر وأكتر وأكتر كل يوم، وكانت تستمتع بالمعلومات الجديدة اللي عم تتعلمها وتشاركها كمان مع أصدقائها. وهيك منتعلم يا أطفال من سارة إنه كتير كتير مهم نسأل الأسئلة اللي بتخطر على بالنا حتى نلاقي الأجوبة ونكون مفكرين زي سارة. يلا نرقص ونغني. أصحاب اليوم كان مليان بالمعلومات وتعلمنا فيه كيف نلاقي الأجوبة لأسئلتنا. ممكن نقرأ بكتاب أو نسأل شخص بيعرف أو مندور بالإنترنت بمساعدة ماما وبابا. وتعلمنا من قصة سارة كيف نفكر ونسأل دايما عن الأشياء اللي بتصير حوالينا، وكيف إنه المكتبة فيها كتب كتيرة قدرت سارة تلاقي فيها أجوبة لأسئلتها. وكمان غنينا ورقصنا على أغاني حلوة كتير. خلينا دايما نكون مفكرين، ولما يكون عندنا سؤال ندور على الجواب. مع السلامة.